البارح عيط لي المقدم ديال المنطقه على اساس انه راه شدوا شي واحد هنا في المقبره راه تيحفروا. فجيت لقيتهم ثلاثه ديال الناس شدوهم الدراري. المهم خديت المعلومات ديالهم، خديت الاسم ديالهم، عطيتهم شي اسئله من شكون اللي معاهم، واش تيعرفوا هنايا. سمو قال لي راه عندهم داك لاباري باش كيلقاو داك الكنز ولا شنو باش كيقلبوا. وهمتهم على اساس انهم باش حنا هادشي راه ما وقع حتى حاجه، غادي نفكوه باش يعيطوا للسيد اللي وصلهم الربع ديالهم ونشحت لنا الخطه. السيد الربع ديالهم جا كان في شي عرس، على ما قال حطهم ومشى لشي عرس. في الصباح جا هو ومرتو على اساس باش يرجعهم، وحصرنا وعيطنا للدار وجاو داوهم. شنو اللي وقع؟ قول لنا هاد شنو، علاش جاو بالضبط لهنايا؟ علاش بالضبط؟ واش وراهم شي حد ولد المنطقه ولا شنو؟ لحد الساعه ما عرفناش واش معاهم شي ولد المنطقه ولا لا. يعني هما قالوا لك عندهم واحد لاباري، وقال لك تهريهم واش كاين الكنز ولا ما كاين. هما قالوا لك دوزنا لاباري وفعلا لاباري كاين، لقيناها معاهم واحد الاله، داكشي ما كنفهمش فيه. الاله لقينا راه داوها الجندار. شنو هما اللي قالوا لنا؟ لقاو هنا شي حويجات ديال دريه صغيره، شي دم، شي حاجه؟ عاود لينا شنو لقيتو هنا. لا لقينا شي حاجه بحال شي حاجه ديال البخور، ولكن في الداخل هنايا قيل ما ينبخروا شي حاجه تما، داك الشيء ديال الشعواده ولا سمو، هذا الشيء اللي كاين. ما لقينا شي حاجه اخرى اللي وداك الدم واش ديال انه فاش ضربوا ولا ديال هذيك البنيته ولا شنو بالضبط؟ واش ديال الانسان جابوه معاهم هنايا على حساب باش يلقاو هذا الكنز ولا ديالاش؟ لا الدم ديال شي واحد فيهم فاش حاصرهم الدراري بغى يهرب، لقيت بغى يهرب وقيل ضرب راسه مع الحيط وتجرح. ما جابوش معاهم شي حاجه اخرى، لا الشيء اللي كاين. وهذوك الحوايج ديال البنيته الصغيره منين جاو؟ ما كاينينش الحوايج ديال البنت الصغيره، ما كاينينش. لا يكون داك الشيء غير لقاوه تمايا ولا شي حاجه. ما هما عندهم هذيك الاله باش قال لك باش كيلقاو الكنز، عندهم الالات ديال باش كيحفروا الفيسان والبالا والعتلا وداك الشيء. سمعنا بانه ماشي اول مره كيتحفر قبر هنا في هذه المنطقه هذه، يعني ديما كيتحفروا القبور، وهذه جو بونس المره الثالثه او الثانيه. سمعنا بانه قبل جاوا هنايا والساكنه ما قالت حاجه، ما حركتوا حتى ساكن. فعلا يعني الناس لقاو الاثار، لقاو سمو يعني في النواحي ديال المنطقه، ولكن ما عندكش شي دليل، ما عندكش حاجه اللي شي دليل ملموس باش تلقى حفرك تلقى سمو. يعني باين داك الشيء راه هما اللي كيجيو يحفروا بالليل. احنا باش نتاكدوا واش هاد الناس هما نفس الاشخاص اللي كيرجعوا ولا شي واحد، الله اعلم، ما عندناش شي علم على هادشي. ولكن فعلا يعني الناس لقاو بلايص اخرين محفرين. معنى انه لقاو ديجا شي كنوز هنا او لا حفروا وما لقاو والو، بغاو يحاولوا في بليصه اخرى ولا في ضريح اخر ولا شنو؟ لا يعني باش يلقاو شي حاجه ما كايناش. يعني تلقى تيحفروا حتى ما تلقوا هذا ماشي في حالتهم، يعني ما كايناش حاجه اللي وفي العلم ديالنا انه الكنز هذا يعني داكشي راه كينصبوا على عباد الله، راه ما تيكون لا كنز لا حتى حاجه، هما تيجيبوا شي حد عنده الفلوس ولا سمو تينصبوا عليه بديك الطريقه. ما احنا في العلم ديالنا ما عمرنا شنا ولا سمعنا انه شي حد فعلا راه لقى الكنز. يعني كتسمع انه راه كاين الكنز في المنطقه الفلانيه، راه هذوك تيقلبوا على الكنز، ولكن باش تشوف هذا الكنز ولا شي حد لقى الكنز ما ظنيتش انه راه كاين هذه الفكره هذه. اللي على بالنا انه طريقه بالنصب كينصبوا على عباد الله. شنو سميت هذا الضريح؟ الضريح سيدي محمد الركراكي. اللي كيروج حاليا في بين الناس انه ما لقاو حتى الضريح، قال لك ما كاينش، يعني باسم انه سميت والي صالح كاين هنا كيقول لك ما كاينش. على ما تيبان لينا يعني مدار ايدي الشخصي، يعني الضريح غيكون غارق يعني في لتحت، حيت كما كتشاهدوا اللي تيبان لكم ما راه حيط هذاك، راه حيط، يعني غيكون الضريح لتحت. يعني ربما الناس ما داروش هاد القبه هذه، يعني تفت واحد 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 المده تتردن داك الضريح، عاد باش داروا القبه من فوق. انا كي غير اللي داري لي انا التيني حياتي ما غير اللي نسمع، قلنا كني غير واحد مسا نوض بواري فريان
غاي درت نسنكار غاي دوريكي وريكي الشريعه الاسلاميه وريكي قانونيا مدنا دور السنكيم تاع ديسي قال حكم وينو مدنا ديال السيد عدمن اشكو سيدي مولاي الله يولي برحمته الوالي الصالح سيدي محمد الكراكي يموت يتوفى انا كاين غير الكنز يخسر الكنز هذا نكني مدنا داك يسكن الكنز غير غير هاد اللي سكنين الخدامه حشومه عليهم حشومه وعار باش داش كاين الداسينيا البنات باللي توفان يموت يفتدر ربي نس اقول غير نخسر نس ان انا كاين الكنز هاتي ويد المشعوذين هاد كان المشعوذين كاين المخربين الدوله كاين المخربين حتى نكني ولا تروانا على ربي تود من السلطه تحرك في غايه الدوله نراكيز تيقن. السلام عليكم. المهم زود المساله اللي سكن مدنا ماشي نكون الضريح حنا مثلا الضريح السيد يموت يخسر ولكن المشكل اللي لنا هو نكون غير الوالده لنا غير لجدني غير كل شيء ودار تاش كان غير لاتي ماشي غير المشكل اللي قالت غير باش تسكن تين كنزول تسكن لا واللي حتى مد البحر مودني لقيت الاعضاء البشري الاعضاء مد لقيت مد البحر مودني تكيزو دغيك لا نكون خصها يحترم غير الوالدين غير لجدني غير لانين دويداتي غير ماشي انت تسكن الكنز ودار تقال النصب تنصان فما سويه يمكن تاون غادي كران الصندوق الا غير نمد الهمه صغير الوقت اللي تين نمد الناس كيدين تاون دويداتني باش تشين يعني تاون سما يعني تاون كاين غادي نتي غير الكنز كان يستنط الفلوس فعلا رقات جبت الصندوق طفنت ندير الدوك كان السنه يعني لا توني نضراك ولا كالعجه نصبن في الناس نازحت في القد والقد ولا تي اسمو عليه انت النصبه قاعد وريك قال الحاجه اللي قالها يما الكنز ولا اخي المهم غادر هكا تيني المهم من الدار يسق باش يحترم صافي شو انت عارف صح كاين شي حد مدفون هنا كيقول لك ما كاين حتى حد هنا شكون اللي مدفون لا 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 ولي كون سنو كاينو فادي كاين كون تيني لا غير الضريح الا غادي تيني سيدي محمد الكراكي كاينو فادا الفاد غير تبرغيكا كونو جسين وريح للتاريخ ولكن كون تيني المهم مدنو فاتني دار ارتيني لا غير الضريح صافي الضريح لا مدنا غير نضل نقبر هاتي ولي غادي نكون قافل على المشكل حماس ماشي وين اللي غادي يموتني غير خصها تحترم صافي غادي ندير هكاتيني شكرا واش هاد المقبره ما كاينش فيها عساس؟ لا ما كاينش عساس لا علاش؟ ايوا دابا يلاه غنديروا العساب المعقول دابا ملي كان هذا الشيء دابا هذا الشيء دابا اللي كيوريك باش انتم كفاعل جمعوي يعني في المنطقه يعني ما كتشوفش انه خصو يكون واحد العساس على انه الحرمه ديال الموتى ديال الدوار ديال دابا بحال هذه المسائل دابا كيورونا باش نديروا العساس دابا يلاه حنا غنفكروا في هذيك المساله باش نديروا العساس ملي كتشوف بحال هذا الشيء دابا شكون دابا اللي كيعلمك دابا باش دير بعض المسائل بحال الشيء اللي كيوقع دابا خصنا نديروا العساس خصنا دابا نتجمعوا نشوفوا الجمعيات ونشوفوا الناس نديروا شي حل لهذه المقبره باش على حسابها ما يجي شي واحد يجيب شي واحد من شي بلاصه يدفنوا هنا ولا يكون لا ولا يكون شي واحد ميت لهم يعرفوا يدوا وحيد من شي حاجه ولا حتى شي بلاصه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تي في